الكلام طويل ويطول والنقاط كثيرة، لكن نفتح الفرصة للمداخلات والحوار والنقاش أو الأسئلة والاستفسارات. السلام الديمقراطية لا تسكت ولا تصمت أيها الجريء، بل كل شعبنا سيمضي أحد المظالم. لا تركز ولا تنظر للراقصين، بل أمضي في دربك حتى يأتيك السلام. لا تكن أرضك وشعبك ولا تكون في صدورهم سهما جريحا. فالرشاوى للحقوق سموم مقاتلات في خفايا وقلوب الباسلين دوما. قد أشرقت الشمس يا شبابي في بلادي، وإن خطأ أحد المتقاتلين بالقنابل والمزاري والرفاق الأوفياء هم دوما لا يميلون أن النضال ما دام الحق شرعا. نشق الطريق من أجل القضية، لا لدور ولا نهار، ها هي إلا الأشواق الخليزة تفنى، فإن تحرير الشعب لا يتحمل الخيانة. في البداية بحيي جماعة أنصار السنة لإتاحة الفرصة أنصار السنة جو يتكلموا كثير، وأنا هدرت من المتحدث قبل الأخير ده، وجو يتكلموا كثير، وجو يتكلموا عن الصوفية. طبعا أنا هنا كتنظيمات سياسية ما قاعدين بنجي وبنتكلم عن الصراعات بتاع الطوائف، صراعات بتاع الطوائف. بنسأل سؤال يا أنصار السنة، هل أنصار السنة الموجودين حالا في السودان أو في الدويمة والآن الموجودين داخل جامعة بختر ده، أنتوا كجماعة بس من هنا القاعدين هنا ده عبارة عن جماعات دعوية بتدعو؟ والله يا أخي أنتوا عندكم سلسلة طويلة بيربطكم بجماعة السنة، بعدين تعالوا جاوبوا للطلاب موضوع بتاعكم أنه يا أخي أنتوا جماعة أنصار السنة، عندكم امتداد طبيعي لمحمد بن عبد الوهاب السلف الصالح، الامتداد من السعودية، مش من السعودية لحد في السودان هنا. هل انتوا بسلسلة بتاع أنصار السنة ده؟ ولا انتوا يا اخي عبارة عن ناس بتدعو إلى الله ولا صراط المستقيم هنا بس في السودان، ما عندكم أي امتداد طبيعي؟ ده نقطة. جيتوا اتكلمتوا أن الصوفية ما هو ده أكبر مشكلة قاعدين نواجه منه يا أنصار السنة، يا جماعة أنصار السنة ده أكبر مشكلة قاعدين بيواجهنا هنا داخل الدولة السودانية. ده أنا بنتكلم عن مشكلة اجتماعية، لأنه أنا ما بجي بينقد لك آية كلمت هنا، لا قدامك ده أنت أنصار السنة بتاع السودان، مجمع الفقه الإسلامي بتاع السودان، هيئة علماء المسلمين، لو أجمعوا إنه قالوا يا أخي الألماني اللي هسي خش جوا الركن ده كافر بنستفيد لهم كده، يستفيق لهم كده، لأنه أنا مؤمن إيمان خاتب إلهي، وبعدك ما بيهمني أي جماعة ولا أي طائفة. يعني أنتوا غير تجوا من جبل تتكلموا عن الصوفية هنا، طيب ده سراء الصوفية برضو من بخادي هيتكلموا عن أنصار السنة، لأنه أنتوا بتكفروا الصوفية إنه يا أخي تجيبوا بعض الأحاديث بتكفروا الصوفية، ما ده سراء حقيقي هسي حاصل بين جماعة أنصار السنة والصوفية. ده ما قولوا ده واحد مشكلة من بتاع الدولة السودانية. يا أخي قبل يوم لو في زول جاي من أبيد وأنا جاي من نيالة في صراعات، وأنا هدرته في شارع الدين في جامع، بقول له جامع بتاع أنصار السنة، بتحصل صراعات داخل الجوامع، ما صراعات بتاع طوائف، مش زي ما أنت يا أخي تقول ماسك الدين ده بطريقة صحيح، الصوفي برضه هينظر لك بنفس النظرة إنك يا أخي أنت إنسان متشدد وبتكفر الناس وبتصل لدرجة ممكن تفجرني أنا الموجود هنا، لأنه إنسان قلت ألمانية كفر وإلهات ممكن تفجرني. هل لكم شنو المشكلة الحقيقية الحاسم؟ ده كمشكلة اجتماعية داخل الدولة السودانية، أو قد يكون مشكلة عالمية بين أنصار السنة والصوفية. هل لكم ليه شنو؟ هل أنتوا بأنه يا أخي تجي تقدموا دعوات ده بتهلوا المشكلة الموجود بينكم وبين الصوفية؟ لا، ما هم برضه ما هيعترفوا بكلامكم ده، وأي زول بيمسك أنه يا أخي أنا دينيسة أنصار السنة قلنا هم 1 2 3 والصوفية على طريق الحق، وأنا يا أخي أدوق نجارتي وأحقوش جنة، وأنصار السنة يقول 1 2 3 ماسة، تهلوا المشكلة ده كيف؟ تعالوا لجماهير الغير الطلابية تكلموا لهم، ده كلهم صوفية. أنا بيترف إنه 80% داخل الدولة السودانية صوفية، كان بالفطرة، وحتى الدين الإسلامي ذاته خشينا له بالفطرة، حتى بعدين أنا قدامكم ده لو تقولوا ألماني ولا ما ألماني،
خشيت الدين الاسلامي بالفطره، لكن بعدك انا بنقرا وبنعرف الدين الحقيقي شنو، لكن قميت من والدين لقيتهم مسلمين. ده نقطه انه يا اخي كده تعالوا قول لنا حل بين الصوفيه وانصار السنه، الصراع الماشي ده تهلو كيف؟ وقبل من ده انا بنوي لانه فرصه للحوار والنقاش، ما ممكن اننا نمشي لاشياء ثانيه، لانه انا قبل يوم دخلت انصار السنه وكان يعني ما احترمني وما احترم جماهير الخير الطلابيه، وقام قاعد بشخص اشياء وبشخص اقاليم، انا قلت لهم الكلام ده ما كويس، تعرض لي في نيجاتيره، قول اي كلام في نيجاتيره، لكن ما تجي تشخصي، ده انا كلام كلمتكم، ده نقطه واحد بتاع صراع بين الصوفيه وانصار السنه. طيب يا جماعه انصار السنه، في مشكله حقيقيه حاصله الان، مشكله حقيقيه حاصله في العالم، بنقولها من اكبر الازمات الان حاصل في العالم، مشكله بتاع اليمن. مشكله بتاع اليمن الحاصله حاليا ده، في تحالف بقياده السعوديه، لانه برضه مشكله، ما برضه في امتداد طبيعي للسنه، برضه تعالوا قول لنا راينا ولجمال الخير الطلابيه، لانه شعب اليمن اللي عليها بنته انه يا اخي يكون في امن وسلام لكل العالم ده، في مشكله حقيقيه بين اليمن، في اليمن بين ابناء الشعب اليمني الهوثيين والسنه، الجماعه السنيه، والمشكله ده بقى حرب طائفي. الهوثيين بقياده ايران. ايران قاعد بيدعم الهوثيين. والسعوديه بتحالف مع الامارات وقطر. يا اخي قاعد بيدعم السنه وفي حرب داير. طيب الموت الناس قاعدين بيموتوا في اليمن الحالي ده. هل بنجعل انه السعوديه على حق انه دعمت السنه يكون في قتل لابناء الشعب اليمني ولا ايران؟ وبرضه كلهم بيدعوا انه يا اخي في دوله اسلاميه في ايران وفي سنه في في في, في السعوديه، حرب طائفي. طيب انتوا تعالوا ثبتوا لنا هل السنه قال انه يا اخي دعموا امارات وقطر وحتى السودان مشارك انه يهاربوا في اليمن وبيقتلوا ابناء الشعب اليمني مسلمين بيناتهم، هل السعوديه يا اخي في دين او في حاجه دعت انه هسه حاليا انه يا اخي في كفار كلهم نمشي نجاهدهم ابناء دوله واحد عندهم مشكله بتاع طائفه، هل هم يقولوا يحلوا ولا يكون في تحالف انه يا اخي تجوا تقتلوا ابناء الشعب اليمني؟ مشكله حقيقيه حاصله، بعدين تجوا تورونا يا انصار السنه امتداد طبيعي. طيب بتاني بنجي بنتكلم عن ازمه حقيقيه حاصل، بعد انا بخش في الورقه ده لانه قلت فرصه للحوار والنقاش. التكتلات العالميه او الطوائف العالميه في دوائش، في جبهه النصره، في انصار السنه موجودين في السودان، في حركه حماس، يا اخي مجموعه من الطوائف قاعدين بيطوا انه يا اخي وحركات إسلامية بيحصل تفجيرات. طيب أبو بكر البغدادي امتداد طبيعي خد كل السنة، داعش دعا قبل يوم عالميا قال شنو؟ كل المسلمين يحصلون هناك إذا كان في الشام ولا أي مكان بننصر الإسلام، ولو الزول ما جاوا وصلنا في محله، يعني لو جونا في السودان أو مشوا تونس أو أي مكان يقتلونا. رأيكم شنو ده؟ الدين بيد إلى الكلام ده؟ طيب أنتوا هل أنا اللي قدامكم ده هل انتمي للصوفيه؟ ام دم للصوفيه نقول له دين الصحيح؟ ولا نجي لانصار السنه هنا نكتا منطلوني ونربي لي دقن نقى معاكم؟ ولا نمشي لداعش هناك بنقتل المسلمين زيي؟ ولا نمشي لجبهه النصره؟ ولا نمشي وين؟ اندم على اي كتله من التكتلات بتاع المسلمين الحاصله ده؟ بعدك انه يا اخي يكون في امن وفي سلام ويكون الدين الاسلامي ده الدين بتاع عبادات والدين بتاع احترام عقائد اخرين، وانتم ما قاعدين تهترموا العقائد يا انصار السنه. كيف ما قاعدين تهترموا العقائد؟ ما قاعدين بتهتروا العقائد، قاعدين تتكلموا عن الأمة، لكن أنا كتنظيم سياسي ما قاعد نتكلم عن الأمة داخل الدولة السودانية، قاعد نتكلم عن الشعب. كيف؟ الشعب السوداني ده لو قلنا سنة 652 ميلادية دخول عرب شبه الجزيرة العربية أو بداية دخول الإسلام في الدولة السودانية، أول ممالك النوبية الموجودة كان في ديانات مسيحية، في ناس لا دينين، لكن الليلة يا أنصار السنة أنت تجي تقول لو الناس ده ما رجعوا للدين الإسلامي ما ممكن مشكلة السودان ده يتحل. ومنو قال لك السودان ده كله مسلمين يا أنصار السنة؟ ولا أنت يا أخي دار تبني الدين الإسلامي ده على حساب الكل؟ برضه كده تعال وديه لنا. ولا يا أخي دار تدع أي منهجية أنك تحكم بها الشعب السوداني ده كمشكلة عام. كيف تحكم أبناء الشعب السوداني بمكوناتهم المختلفة؟ في أديان مختلفة، لكن زي دعوتكم وتوجهاتكم ده يا أنصار السنة بكل صراحة إنه يا أخي أنتم بتدعوا مزيد من الحرب ومزيد من القتل والتشريد. كيف؟ لأنه في ناس لا دينين داخل الدولة السودانية، بنأكد لك في جنوب كردفان، في نيل الأزرق، في دارفور، في ناس مسيحيين. كيف إنكم يا أخي تجوا تتكلموا عن الدين الإسلامي فقط؟ وطيب رأيكم شنو؟ في ناس قاعدين بيموتوا لو ما مسلمين أبناء الشعب السوداني. ودار أقول لكم أثبت لكم حاجة، الدولة ده
الدولة بعدين تعال ردوا هنا بعدك. أنا بعرف ممكن تدوني فرصة اعتراضية، هل الدين أولى من الدولة؟ هل الشعب السوداني هم أولى بأرض السودان ده؟ ولا الدين الإسلامي ممكن يفرض على الناس داخل الدولة السودانية؟ كده تعرض لنا، لأنه كان ما في دين إسلامي ذاته. لو رجعنا لتاريخ السودان ممالك النوبية قبل الدين المسيحي اللي خش في القرن الرابع، القرن الرابع الميلادي، الخش الدول خش قبل الإسلام في الدولة السودانية، قبل ده كان ما في دين. هل الأرض اللي بيجمعنا كلنا كأبناء الشعب السوداني أولى من إنه يفرض دين واحد؟ ولا الدين ده أولى تجي بس على حساب الآخرين؟ وهل الدين الإسلامي بيفرضوه على حساب الآخرين؟ ده كله أسئلة، ويكون فرصة حوار ونقاش، يكون رد موضوعي. إنه يا أخي تعال قول لنا، هل الدين ده نفرضه لأبناء الشعب السوداني يكون مفردا عليهم، ولا الشعب السوداني الأرض ده أولى بهم؟ وسألت سؤال مودي يا طلاب، أي زول عنده كلام داير يتكلم وبعدين يجي يخش، هل أنا أندم لأي أندم لأنصار السنة، ولا أندم لداعش، ولا أندم لجبهة نصرة، ولا أي تكتل إسلامي حاصل غروبات الآن وفي موت حاصل، أنا أندم على أي جهة؟ ولا الإسلام ده أنا أنصره كيف؟ أنتوا أنت ولا أنا بس أقرأ كتابي وبس أجنب، أنتوا تنصروا كيف؟ وفي مجموعة من التكتلات دي أنصار السنة. ويا أخي لو أنتوا تابعين للسعودية مباشرة، وأنا برضو متفاجئ يا طلاب، عشان يكون شيء كله واضح يا أخوانا، لو كان بس أنا وزول ثاني كأنصار السنة وهم من ذي، يا أخي لو ما في دعم مادي بينزل لهم يا أخي، أنصار السنة أو كل الجوامع أو المساجد الموجودة داخل الدولة السودانية تلقاو مبني بنى صحيحة، وحتى مكيفات من تي، ما ده بيجي من وين يا أنصار السنة؟ ولا بس أنتوا بس تجار وإنكم ما ده بنيتوا ده؟ ولا لو امتداد تبيه للسعودية برضو كلمونا، لأنه في مشكلة حقيقية هسي خايمة بو سعودية، وما ممكن حرب طائفي بين 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 بين, بين الشيعة والسنة، إنه ممكن سعودية بحرب مع الدائرة الآن دي هو يحلوا ده واحد. ده كنقاط برا إنه اتكلمت عن الصراعات الموجودة وصراع بتاع الصوفية، لأنه أنا قريب بنتكلم، أنتوا قلتوا تنظيمات سياسية ما عندهم مشكلة، لكن أنا قريب بنتكلم عن أزمة بتاع الشعب، ما قاعد أنا قدامكم ما قاعد بنتكلم عن الأمة، لا لا، أمة رخت يجمعهم دين واحد كمسلمين، لكن دولة السودانية متنوية، لكن لما تجي يا أخي توجهها كله توجه إسلامي، ما مشكلة حقيقية هذه للدولة السودانية، ورأيكم في شنو؟ في عملية بتاع فرد بتاع الأسلم والتقاريب داخل الدولة السودانية في أماكن ذات خصوصية حضارية قبل دخول الدين الإسلامي، لكن قالوا إنه يا أخي يكون فرد بتأسلم واستعراف. هل يا أخي الناس في دين كده بيت برجالة ناس يخزوم خزو فكري زي إنه يا أخي على الشرد يأسلموا ويخشوا دين الإسلامي؟ والله ناس ده أولى بهم أرض السودان اللي كان قبل الدين الإسلامي إنه يجي دولة سودانية إنهم يعيشوا كويس. ده خارج هنا بس اتصل عشان كويس جدا. طيب بس المتحدث قبل الأخير لقيت يتكلم إنه يا أخي قال انهيار الاقتصاد داخل الدولة السودانية، قال إنه أسباب انهيار الاقتصاد في الدولة السودانية عدم رجول الدين الإسلامي. طيب ده بكون في الرأي بتاع رؤيتك أنت كجماعة أو كامتداد طبيعي للسنة، لكن كم جينا مسكنا إنه ما في رؤية اقتصادية في الإسلام، رؤية اقتصادية في الإسلام ما في. كونك تدير بو شعب ما أمة يا، كونك تدير بو شعب يلا، في معاملات داخل الإسلام، في زكاة وفي خراج ده بيفرضوا، لكن أنا قاعد نتكلم عن الشعب، عن الشعب بأكمله. إنك كيف تعال قول لنا في نظرية مكتوبة نظرية اقتصادية، ولو جيت إنك تتكلم لي عن الزكاة والخراج ده ما اقتصاد، ده معاملات. عشان أنا بأكد لك إنه يا أخي أنا لما نقول اقتصاد بنفس المؤسسات السياسية، لأنه السودان ما مسلمين يا ما بنجعلهم كلهم مسلمين، بنجعلهم شعب السوداني، بكون في اقتصاد حقيقي، لأنه بكون في نظريات، في تحالفات مع دول استراتيجية. وإنت أسي يا أنصار السنة لو مسكناك دولة ده ما هتقدر تديره، تزيد لنا مجموعة من الصراعات مع الصوفية ما بتحكم الدولة السودانية. لكن أنا هنا عندنا حاجة بقول لو بيت المال بتاع المسلمين تعرفوا ده، أنا لما قلنا إنه يكون في مؤسسات حقيقية موجودة، بعدين معاملات، لو أنا ذات إنسان بعدين عندي زكاة ألماني في شغل بعدين تكفروا ده ما عندي مشكلة، لو مجمع الفقه الإسلامي العالم بأكمله يا أخي جو كفروني ما عندي مشكلة، بنصفق وأنا ماشي في طريقي ما عندي مشكلة، لأنه أنا مؤمن إيمان خاص بإلهي. وفي نقطة حق الناس كله يعرفوا في 2003، عشان إنه يا أخي ما تجوا أي كتلة يجي يقول لنا في الدين إسلامي وكذا، رئيس هيئة علماء المسلمين، هل أنتوا جزء منه ولا ما جزءوا منه؟ دكتور يوسف الخرداوي، دكتور يوسف الخرداوي، امتداد طبيعي لإخوان المسلمين يا أخي في 2003، ده بإثبات حقيقي، وكل الناس لو بقروا تاريخ بكون بعرفوه، مشى كانوا إنه يا أخي ما بيسات وقال له تمشي إقليم دارفور،
وبرضه بعاملهم كمسلمين، لكن لا كان في فرد بتاع عمليه بتاع استئراب وفرد الاسلام في اقليم دارفور. هي تخيلوا يا طلاب، رئيس هيئه علماء المسلمين لو كان في حقيقيه انه يا اخي في انتماء للدين الاسلامي وفيه النيه في الدين الاسلامي وما في ايديولوجيه ماشي، دكتور يوسف الخرداوي لما مشى اقليم دارفور ورجع جاء انه يا اخي وفي ناس جاي من اقليم دارفور بعرفوا ماذا حصل، في عمليه بتاع اغتصاب وفي عمليه بتاع قتل وتشريد ماشي، لكن دكتور يوسف الخرداوي لكن جينا كرئيس لهيئه علماء المسلمين والان قد يكون هو امين العام لهيئه علماء المسلمين، وكان رجع جاء في قرطبه هنا وصلى في 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 الجمعه قال مشينا لكن ما لقينا في عمليه بتاع اغتصاب وقتل وتشريد في دارفور. ولا في حاجه بقول له عجب ربطو جا الوتي انا جاي من هناك بنعرفه، جا هنا وقال لهم قال انا سالت في استطلاعات لبعض النساء قال له انا خسبوني، لكن جا هنا بوضعها باللغه العربيه اللي انا ما بعرفه ده قال له قال خسبوني معناته حجروني من محلي، لكن المراه هناك قال له اغتصبوني، وجا هنا زيف الكلام ده كرئيس هيئه علماء المسلمين. ده نكته وانا بخش في ورقه فضل الحاجات بسيط. اجيت انه يا اخي اتكلمت عن الالمانيه هو كفر والحاد، ما مشكله ده ما نظرتكم انتم ونظره الاسلاميين كلهم انه يا اخي تقولوا المانيا كفر والحاد، ولو مسكنا القتل الماشي بين 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 المسلمين ده وفي احاديث بتثبت انه يا اخي لو مسلمين لموا وماتوا في حاجات زي ذاك، ده انا في الدين الاسلامي انتم بتعرفوا رايكم شنو في ده؟ هل البموتوا ديل بمشوا وين؟ لكن انا لما جينا نتكلم عن الالمانيه كفكره حقيقيه انه لامن يكون في فرد بتاع عمليه بتاع الدين كلكم هسه انصار السنه قاعدين الدين الاسلامي، لكن احنا لو قلنا المانيا انه نواسي بين ابناء الشعب السوداني ما على اساس امه وطائفه. وانت كبير قلت يا اخي لو الامه ما اجتمعت، امه وين هنا يا انصار السنه؟ قل شعب. لو امه ما اجتمعت دوله سودانيه ما امه، شعب بمختلف مكوناتهم اديان مختلفه، امه ما بيجيبهم حاجات زي ده، لا تقول لهم امه، لكن شعب السوداني ما ممكن يكون امه. كلمت نقطة بسيطة عن الحرية، وبرضه انتوا طوالي قاعدين بيجوا تدخلوا الحرية ده في مطبات ضيقة يعني، طوالي في نظرة انصار السودان الحرية وجوه الحرية كثير واحد داد انه يا اخي قال انسان تمشي تليس او تلبس بير. يا اخي انا اقول لكم كلام قبل دخول الدين الاسلامي قبل المسيحية في القرن الرابع الميلادي، يا اخي في حاجة بقول له عادات وتقاليد ومعتقدات موجودة في عملية بتاع احترام المجتمع الموجود من غير دين، من خير دين انه يا اخي انا هسي انسان اللي قدامكم ده بكل حريتي، انا بعرف انه انت عادات وتقاليد، وفي ناس الشعب السوداني متمسكين بعادات وتقاليد اقوى من الدين، اقوى من الدين، عشان كده الحريه انا لا من نجي نتكلم عن الحريه ما قادرين نجي نتكلم عن قبل استقلال وبعد استقلال في عمليه بتاع انه يا اخي استرخاء، وفي عمليه بتاع فرض الدين الاسلامي، وعمليه بتاع استئراب، وفي عمليه بتاع عبادات جماعيه لمكونات ذات حضارات قبل انه يكون في دين اسلامي. طيب ليه هسه الحرب ده بيدير في اماكن مخصصه؟ ليه الحرب ده داير في جنوب كردفان؟ ليه الحرب هسه داير في النيل الازرق؟ ليه الحرب دارت وقتلت وشردت واغتصبت النساء في دارفور؟ لا من تقولوا ما عندنا مشكله ده ما اشكال، أنا هنا خرجنا من أجل الظلم الحاصل، ولو كان ما عندنا مشكلة حقيقية كان أنا هنا زي ما دوانا قبل يوم في حسي ممثل بتاع أنصار السنة موجود في اللواء الوطني، لكن قلنا لمؤتمر وطني قال لنا يا أخي تجوا نعملوكم شنو؟ مباشرة لرئيس الحركة نائب بتاع عمر البشير ويكون رئيس لإقليم معين، ويا أخي في طلاب تاني انضموا لمؤتمر وطني وممكن ندق طلاب داخل الجامعات السودانية، لكن قلنا لهم لا ما
حتى لو تقولوا لنا كفار والعلمانيين، انا من اجل شعبي لو العالم كله لموا وانه كفروني، انا قاعد بنتكلم ان الشعب ما عنده مشكله. عشان كده لما تقول حركات مسلمه عنده مشكله، انا هنا عندنا مشكله قضيه حقيقيه داخل الدوله السودانيه. بنطرح مشروع الماني فيدرالي ليبرالي هو موحد شايفه على الشعب السوداني، ولانه احترام بتاع العقائد الموجوده واحترام بتاع المكونات الدينيه اللي فيه، انه يا اخي الدوله السودانيه ولكم اجيت اتكلمت عن هذا معلوم مشردين قاعدين برا في حق دائم غير قريب تبقى في النيل الازرق في طيران في دارفور، ده مشكله عشريه لا يخرب. لكن ده اليوم اسمع جانا انه غير حركات مسلمه انه مشكله كمان ده شنو؟ كمان ما كملنا عشان نثبت لكم ما تجي تقولوا على كمان في جامعه خرطوم هنا، في جامعه خرطوم هنا ككتله سياسيه، لكن رموزنا كان تم اعتقاله هنا، ولكن بفكره انه كيف نواجه الظلم وعمليه بتاع اباده جماعيه وسلسله بتاع الاتفاقيات اللي حصلت موجوده بتاع التجمع العربي اللي حصلت في 80 يكون في عمليه بتاع تسليبات الناس، يكون في عمليه بتاع اباده جماعيه لمكونات. انطلقنا وكوننا حركه مسلحه ما عشان نقتل ابناء الشعب السوداني، انه يا اخي عشان نجيب حق ابناء الشعب السوداني بمدة اخير. وبنعتذر لكم لو انه انا جريت طويل. غريبة تقول انه كفار ومسلمين هاي تكفروا وتكفروا صوفيا جماعة الخير الطلابية لو مسجناهم نصهم صوفيا او كلهم صوفيا 80% صوفيا انت قاعد تكفر صوفيا. طيب تعرف ما مشكلة ممكن يتحول لجراهنا، ممكن يتحول لجراهنا يا ناصر رسولنا. عشان كده اول ما تبالي كمشكلة بتاع المسلمين ده مشكلة حقيقية حتصير بين المسلمين، لكن المشكلة بتاع الدولة السودانية اللي قاعدين نجري ضدها لا لا ده ما مشكلة بتاع المسلمين، لا لا ده مشكلة حقيقية هذه داخل الدولة السودانية. بعد ذلك أنا قريب نتكلم إنه كيف نجي المشكلة في الدولة السودانية، ما قريب نتكلم عن دين، وأنا ما ممكن أجي أنقل لك آية لا لا هوي قدامكم وتشوفوني وتقولوا لي كده لا مؤمن إيمان خاتم إلهي وقاعد يصدق عباداتي، لكن ولا بفكر الزول ولا بفكر مؤمن إيمان خاتم إلهي الواحد الأحد وبنمارس حياتي. وبعد ذلك ويكون رد مولي في كرامة الآن وقلت ده وبنشكركم يا أنصار. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زي ما تعودنا دائما من التنظيمات السياسيه انه ما عندها كلام علمي، اللي هو كلامك الان انت بتقوله. احنا اول مساله نثبتها معاك انه احنا ما قلنا ناس دارفور ما عندهم قضيه، ده من الكذب علينا عرفتها. ودي مساله هذول اخواننا اخونا ده هذول من دارفور ونحن عارفين عرفتها. فدي مساله ما ابغى احنا لو غلطنا فوق نبقى بولدة. انا لو غلطتك في مساله زي دي انه ما فيها مش دارفور ما فيها مشاكل وما فيها صراع ابقى زول بليد. لانه الواقع بيكذبني والكوره في جرائد الكوره بيجيبوا المساله دي. فده دي عليك الله دي ما نقطه. انا بس عندي لك سؤالين وانا يعني ارجو انك يعني تجاوب لي على سؤالي عشان بعد ذاك انا اجاوب لك على بقيه اسئلتك ونقاطك الاثيرتها. طيب المساله الاولى، السؤال الاول، انا دايرك تعرف لي العلمانيه بمرجع. تعرف لي انت الان قلت اتكلمت عن العلمانيه في نقاط كثيره، انا داير ارد لك. لكن انا بس دايرك ترد لي على العلمانيه، لا انت عرفت لي العلمانيه بتعريفك انت. ممكن يجي شيوعي يعرفها بتعريفه، ممكن يجي مستغل يعرفها بتعريفه، ممكن يجي ناصري يعرفه بتعريفه، ممكن انا ذاتي بكره ابقى علماني اجي اجيب لي تعريف جديد. فهمت؟ انا داير لي تعريف منضبط زي جبالك انت جبت مساله في داعش وجبهه النصره وانصار السنه ومين ومين والكلام ده كله بيرد لك عليه. دار توري انه في اختلاف بين الاسلاميين، كذلك العلمانيين عندهم اختلاف. أنا دار أسألك السؤال العلمي والموضوعي، ما هو تعريف العلمانية من مرجع؟ ده السؤال الأول أكتبه عندك وأفتح لك فرصة اعتراضية. طيب المسألة الثانية، أنت أكدت لما جيت تمرق من هنا إنه أنت عندك إيمان قاطع بالدين، ده كلام نحن مطلوب عند مطلوب ولا ما مطلوب؟ مطلوب، لكن قلت نحن في عادات وتقاليد في السودان هنا قلت أقوى من الدين، أنا الكلام كاتبه لك بحروفه، قلت الكلام ده. طيب وريني انت كانسان مؤمن ايمان قاطع، والنقطه دي انت
تركت على كثير. ماذا تفعل أيها المؤمن إيمان قاطع كده؟ ماذا تفعل بقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ أنا لقيت مسلم واقع في منكر بصفة تراب من القبة، ده منكر، فهمت؟ كويس. قول اللي لقيته ده زول بينتمي لمحمد بن عبد الوهاب، لقيت واقع في الشرك، هل أنا أمر بالمعروف زي ما قالت الآية ولا ما أمر بالمعروف؟ أنا بس دارك تجاب لي السؤالين ديل، وتاني لو دار فرصة بديك تفضل، بس فرصة اعتراضية وجواب على السؤالين ديل، تعريف العلمانية وماذا نفعل بالآيات الكثيرة والأدلة من الحديث الكثيرة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنك قلت تقاليد أقوى من الدين. تفضل. لا لا بس ما ادينا تعريف، قول لي انا حاديك التعريف من الفلان، التعريف ده لو بقى 10 صفحات انا قبل ان بيه، لكن يكون كلام بتاع مرجع ما من راسك. دي المساله الاولى، لو ما عارف انا بعرفها لك، دي المساله الاولى. المساله الثانيه توريني الايات والاحاديث دي مع كلامك ده، يعني يا انا كلامك غلط يا الايات غلط، فانت انسان مؤمن ايمان قاطع يعني. تفضل. اي من مرجع لكن. لا انا دار العلمانيه، بعدك بديك فرص تناقشني في الدوله تقول لي كلامك اللي قلته غلط. انا الان اديتك فرصه صح، انت دار تفجرني ولا دار تناقش؟ كمان ما تبقى انت داعش، لا تنع عن خلق وتاتي مسلم، صح؟ فانت كده عرف بعدك نشوف الحاصل شو. البشر منذ خلقته انسان الماني، انصارت كنا لو بابه الماني تلك بشر فاتك نظام سياسي، لأنه ده حاجة تقول له العقلانية تفكير بتاع البشر. إنك يا أخي هل إنك يا أخي أسر ودينا الدولة السودانية ويرتفع وانا ليه ليه فاتك تاني أقول لك العلمانية في حالة من الكفر ومستقدات في مجموعة الأديان داخل الدولة معينة، فاتك إنه انا ما ادري احنا النقاش الفرصه اخواننا سمح معانا جدا، ونحن انت من قبل قلت الشغل ده عقلاني ونحن علمانيين وكده كويس. لا ما في مشكله، بديك فرصه لما ترتاح، بس انا داير تعريفاتك اللي جبتها قبل شويه دي فيها مرجع عشان ما يبقى نجر اخضر، ولا انت داريني انا ذاتي انجر؟ لانه بعدين داعش يقول لك يا زول ده تعريفنا كده للاسلام، تقول لي داعش انت غلط، يقول لك لا ده تعريفي، انت مش عرفت العلمانيه؟ انا داير ابقى معاك علماني هسه، وريني التعريف ده يا ألماني. أخلاني قاعد تفكر تاني مرواي أنت ألماني، ولو أتيناك دولة راح تديره بأخلاني ما هتديره بكتاب ده، لأنه ما في أسي تقدر سعودية ما مسبقة دين وزنيا في دولة. بيتكلم أن الأخلانية بيفسي الدين أن المؤسسات ما دين إسلامي، المؤسسات بيجمع الشعب لأنه عملية بتفكر دين واحد. والنقطة بتاعين رياح نقطة فيه تلك في عادة مخالف أقوى من الدين جدا. أقول لك أصبت لك كيف أنا بالذات أنت جاي من مكان في عملية بتاع عادة مخالف بتاع موضوع بتاع مرة أزراء وما ما أزراء الفتاة وما فترة عادة مخالف أعرف له لو علينا تشعر يا أخي. البيت ده ما بيفكر إنه هوي أول ولد أول بيت ما بيفكر هوي، قال أنا في الدين الإسلامي فوائد اثنين ثلاثة فوائد اثنين ثلاثة، بالرغم إنه مؤمن مؤمن، لكن بعدين برضه الانسان انت زي ما تعرف ما معصوم من الخطا، لكن البيت هو اللي بيقول لك هوي انا في عدد هواي بس يا اخوان معلش عشان الحوار ما يطول، انا ما يحتاج لك نقاط، انت سالتني اسئله مهمه الطلبه اللي راجلنا اجاوب عليها صح؟ انا اديتك سؤالين بس ما بحتاج الكلام ده كله، لو سؤالي ده غلط قول لي غلط، انا دار العلمانيه تعريف عشان انت مش قلت انا علماني، دار ابقى معاك علماني، الليله ده دار ابقى علماني واي حاجه نسويها كويس؟ انا دار تعريف العلمانيه من مرجع بس داير تعريفه يا اخوانا، سؤالي ده لو كعب ولا في وسائل يا زول ورونا وسائل نقفل نفوت نمشي يا شباب، في وسائل يا زول السؤال ده نمشي نفوت؟ ما في وسائل يا زول، لو في زول قال في وسائل يا زول نيجي خاشي، ما في وسائل يا زول، السؤال ده منطقي يا اخونا. يا اخي العلمانيه دايرين تعريفها من مرجع، ده نمره واحد. مسالتك بتاعت التقاليد قول لي مثلا قطع الرحط، انت ما تديني نموذج، انا ما سوداني معك برضه يعني، كمان ما تظلمني تبقيني سعودي مره واحد.
فهمت؟ انا ما لابس عقال. انت الان قل لي يا اخي العاده الفلانيه قطع الرحط احسن من الايه الفلانيه، لانه انت قلت في عادات وتقاليد افضل من شنو؟ قلت اقوى. كويس، اقوى دي كمان اخطر من افضل. كويس، اقوى من شنو؟ اقوى من الدين. يا اخي الدين عاده سودانيه احسن من الايه الفلانيه، كده انا بقتنع معك. نبجت علمانين والله، نازل ولا ارجع معهم الليله، ما برجع معهم الخرطوم، امشي براي بقول لهم بقيت علماني قلتوا براي. بس انا دايرك تقنعني، اولا عرف لي العلمانيه بين مرجع الفلاني عشان نبقى معك علمانين. الليله يا اخواننا ناس التربيه دل، لو دار تجي تعرف مساله اركان التربيه بتنجر ساي ولا بتمشي للمراجع دي؟ كويس، لو دار تجي تعرف مساله كلمه في اللغه العربيه، مساله مثلا ما هو الشونيز، الشونيز معناه الحبه السوداء، الكلام ده انا نجرته، تمشي ترجع ناس لسان العرب لابن منظور والقاموس المحيط والمراجع دي. الرياضيات دار احل مساله من المسائل بعمل شنو؟ برجع للمراجع. الان انت انسان في 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 طور البحث العلمي، والشباب ده الناس ناس علميين، الدين احنا ما بالعلم يا اخويا. العلمانيين ده لما بدوا ما بدوا نجير ساكت اخضر، كويس، جابوا الدين ده ونغضوه بادله. الليله نحن دايرين انك تقنعنا نحن عشان نبقى علمانيين بالادله، الايه الفلانيه دي غلط والعاده دي اقوى من ديك، مش هو اقوى؟ اقوى من الايه دي، احنا بنبقى معك. لكن تجي تتكلم لي كثير ما ينفع، انا الى الان ما خشيت في ورقك، انا دايرك يعني تجاوب لي عن السؤالين دول، ولا لو ما قدرت انا بعفيك منهم، لو عجزت عنهم بعفيك منهم. هاي لو ما قدرت عليهم انا بديك، انا بعفيك منهم. اتفضل. لا يا اخوانا ما افضل بغالب الدين، انت كلامك اللي بتقوله ده انت بتقول مؤمن ايمان قاطع، وتجي تقول لي في عادات اقوى من الدين، كلامك ده ما بيتلم، لو جبت له شوالويك ما بيتلايك. فهمت كلامي؟ الكلام ده يا اخونا خطير يا اخي، الكلام ده ما صح منك. كويس، الان دايرين بمرجع من المراجع عرف لنا العلماني والدين ده. طيب يبقى كلامك ده كله باطل، افتراءاتك دي كلها باطله، وانا اجيك من البدايه من ورقتك الاولى قبل ما تفتح ورقتك الطويله دي. فهمت؟ اجيك من البدايه. اول حاجه نحن ما انصار سنه ولا بننتمي لهم ذاته، فهمت؟ دي اول مساله ثبتها. ولا ونحن ما ممكن نجي نحرم لك الجماعات ونقول لك سبب تفريق الامه ونجي نقول لك رح معانا، فهمت؟ الكلام ده احنا دارين كلام نقاش منطقي وموضوعي، وانا لو غلطت في كلمه اكتب هذا اللي عندك وتعال عقب عليه. يا اخوانا زول يقول كلامه يبقى قدره، ما يبقى يتكلم ساكت. طيب قال منو؟ قال السودان كله مسلمين. اعمل استبيان يا اخوانا. انا لو داير، انت مش قريت في حاجه اسمها بحث علمي؟ مش عندكم هنا سنه رابعه وينهم ولا خامسه هنا شرف؟ فيها شرف مش؟ خمسه مش في، مش في ماده اسمها بحث علمي؟ البحث العلمي انا داير اعمل لي بحث علمي مثلا عن الديانات الموجوده على مستوى الديوان. بقوم بعمل شنو؟ بقوم بعمل استبيان، بلف في السوق، بمشي على الاسر، بقرا المراكز بتاعت البحوث، بقوم بجيب المعلومات. يا علمانيين انتوا قلتوا ناس، انتوا قلتوا نحن اولى سياسه، عيب عليكم. خلص انا اولى يحلوا لكم الواجب، الكلام ده عيب عليكم. كويس، انت بتمشي تجيب الان، جيب لي استبيان، فهمت؟ قول لي يا اخي لقينا 80% من الاسر مثلا نصرانيه، ما صح تقول ذاته مسيحيه، دي غلطه في 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 في, في الالفاظ تصلحها برضه، فهمت؟ تقول لي 60% مثلا وثنيين كده، بعد ذاك تقول لي 3% دي المسلمين، احنا بنقتنع معك بالاستبيان، ما كلام ساكت، الكلام يبقى كلام علمي وكلام منطقي وكلام موضوعي. طيب فمساله حتى لو قلنا بالعلمانيه الما قادر يعرفه، كلمه العلمانيه جايه من كلمه بالانجليزي اس اي، اكتب ده هوم ورك مجاني، اكتب اس اي سي ال يو اي ار سيكولر، ده معناه علماني، فهمت؟ وذاته ما عارف الشبهات تحت العلمانيين. السكيولر معناه دنيوي او لا ديني، فهمت؟ دي معنى كلمه علماني، وهم بيقوموا يحرفوها، يقول لك لا العلمانيه من العلم، دي شبهه ديها لما نزول الثاني يجي تجيبها له، فهمت؟ ونرد عليك برضه. فالعلمانيه ليست من العلم، لانه العلم ساينس، ده العلم، والمذهب العلمي شنو؟ ساينتيزم، مش فهمت؟ دي العلمانيه. اي ما بعدين انت دارت تجاوب لزي القبيل؟ لا ما خلاص، بعدين الشنو؟ السكيولر. كويس، انا لو غلطان في زول عنده مرجع هسه الان انجليزي عربي، جيبوا امرقوا، جيبوا. مش انت قلت لاتينيه؟ مش بتعرفوا المرجع الصغير بتاع الجيب اللي اسمه الياس؟ مش بتاع الجيب ده؟ ما في زول عنده كده يمرقوا لنا ناس انجليزي وينهم؟
امشي جيبه من المكتبه لو في زول امشي جيبه امشي جيبه انت الان بتقرا في الجامعه امشي جيبه. قال لاتينيه شنو يا خالد الله يهديك اللاتينيه ديك في الديمقراطيه فهمت الديمقراطيه ديك ديمو وكراسي تتكون من اثنين يا خالد الله اقرا اول حاجه انا بديك بمراجع انت ما تغالط ساي الموضوع ما غلط طيب فسكيولر سكيولر دي معناها علماني او دنيوي او لا ديني كويس دي العلمانيه كده وهي كما عرفها اكتب عندك المرجع الثالث لويبستر اكتب عندك انا اديتك مراجع كويس قال هاي ادي له دنت واي واحد فيكم لو مفعل نت اللي شغله ده ديكشنري هاي جيبوا له ايوه سكيولر هذه لا اس اي سي يو ال اي ار هذه العلمانيه علمانيه سكيولاريزم العلمانيه سكيولاريست ملحد سكيولاريستيك العلماني سكيولاريستس العلمانيون فهمت ده ما حقي يا اخواننا نحن والله يا اخواننا والله جامعات انتهت عليك الله امسك لا ثاني ما بناقشه عليك الله حق ده حق زول ده حقنا ده ما حقنا حق اخونا ده زول بيقرا لغه انجليزيه يا اخونا غالته بعدين كده خلي الركن انتهي وغالته اديه اي خليه يا اخواننا خلوه احنا لو كذابين جيب المرجع كويس جيب المرجع والله علمانيين والله ليك يا اخوان انا من قبل مش قلت الناس يجيبوا لنا الناس الكبار يا اخي جيبوا الناس الكبار انا اسي ما سالتك سؤال كعب ولا انا بستك قلت لك يا اخ داير تعريف بمرجع انت الان عجزت عنه وبقيت تغالط في مسائل علميه قال سكيولر قال اخترعنا احنا والله وطيب انت بتقرا ليه المفروض تمرق من الجامعه طيب انا دار التعريف العلماني لا ما برد انا دار شفت النقطه دي احكوا فيها التعريف اللي بيجيبوه العلمانيين البتاع ده المرجع ده جابوا منه جبناه ونحن يا اخواننا جابوا الاسلاميين بتاع الياس ومين ده جبناه ونحن جيب اي مرجع في راسك في الدنيا سكيولر ها قال ادوكترين مينز ها انتي ريليجيوس او نون ريليجيان المبدا الذي يقوم على اساس ضد الدين او مخالف للدين فهمت طيب لا لو دار فرصه بديك ما تخاف اقعد بس اقعد كويس ما في مشكله بس لازم معاني المعاجم في تعريف السكيولر اي مرجع في راسك عرفتها سكيولر دي اما تمرق من لا ديني او دنيوي او الاهتمام بشؤون الدنيا فقط او ما لا علاقه له بالاخره لو مرقت من المعاني دي انا ابقى معاك علماني ثاني في حاجه بس اجيبها لي من مرجع وجيبه لنا قدام هنا طيب كلام ساكت يا اخوان الناس انت قالنا احنا بس جينا طايرين من الخلاوز الصوفيه وجينا خشينا الجامعه دي ساكت احنا قرينا معاك جامعات ود الحلال الجامعات احنا قرينا معاك وهذول الطلاب هنا بيقولوا لغه انجليزيه انا قبل وقت خشيت لقيتهم شايلين الشيتات وبيقروا انت ما ممكن لا تكون حاضر المحاضرات ولا بتراجع ودارت غالي الناس اقرا يا اخواننا الكلام ده فيه عيب عشان كده انت عارف الكيزان ده ضافرينك ليه لانك ما بتقرا طيب اقروا يا ناس قال هل الدين اولى من الدوله هل الدين اولى من الدوله في زول بيعمل له دوله ما عندها مرجعيه شوف الدين ده الدين هو الامر الذي يخضع ويعبد به الانسان الهه سواء كان الاله ده معدوم او كان اله جقر او اي حاجه الدين العقيده اللي بيدين بها سواء كان الشيوعيه او علمانيه او غيرها ده يسمى دين الدليل شنو ربنا قال قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين فالدين يسمى دين ان كان صح وان كان باطل فان كان صح يسمى دين صحيح وان كان دين باطل يسمى دين باطل فهمت فما في انسان الان الديني دوله في راسك في العالم اسرائيل دوله ولا ما دوله عندها دين ولا ما عندها دين لماذا متى هل قامت دولة إسرائيل أول أم الديانة اليهودية أول أنا ما عارف أنت يا أخوان العلمانيين النجيرات دي بتجيبوها من وين كده واحد يجي مبسغت كده ويتكلم لك كلام ذاته ما عارفه جاي من وين طيب أنت ما تلتزم بأدب النقاش أنا قلت زول حر وقال أنت أنا ما عندي مشكلة قال أنت داري طلعنا نحن ناس متشددين متخلفين ونحن الناس اللي ما بنقدر نرد عليهم عشان كده بنكفرهم وما عندنا وسيله غير التكفير لا لا القران ده ما له حجج والله نديك ايات لما تحيرك علمانيه شنو انا جايك لك كلامك كله
طيب قال انهيار الاقتصاد عدم الرجوع للدين، ما في رؤية اقتصادية في الإسلام. طيب تعال اغنعني مشروع الجزيرة بروبة اثنين، ري مطري وري انسيابي كويس صناعي، ليه الآن المشروع ما ناجح؟ سؤال، المشكلة شنو؟ تعال اغنعنا هذيل السودان ده، السودان ده لو زرعته فوق أنا خايف إلا 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 الحديد المبقوم، أي شيء تزرعه بوب كده بقوم. ليه نحن آخر حاجة؟ السعودية دي ما بتقدر تزرع فيها أي شيء، ما في أي طريقة تزرع فيها. الآن آخر السنة الفاتت قبل يموت الملك عبد الله، آخر لما جات الأزمة الاقتصادية الأمريكية فهمت، وجرت دول الخليج معها في تلك الأزمة، السعودية كان عندها فائض بتاع ميزانية 1,300,000,000,000 ريال سعودي، فهمت؟ هذه حكمها بشنو؟ تعال اغنعنا عشان تقول لي ما الدين، فهمت؟ فده كلام غريب جدا. طيب اما مسألة الاقتصاد، ما هو تعريف الاقتصاد؟ المشكلة يا اخوان ازول هو ما عارف الموضوع، انا ما حاغلطك في حاجة لو ما عرفتها لك. شوف الاقتصاد، امشي هذيل الاقتصاد قدامك بيجاي. الاقتصاد ده بيتكلم عن ثلاثة مواضيع، الاقتصاد كله ما بيمرق من ثلاثة مواضيع: كيف نجيب المال، كيف نستثمر المال، كيف نوزع المال. أتحداك جيب لي أي دستور بتاع وزارة بتاع أي حاجة بيتكلم لي عن بر الثلاثة حاجات دي. ده الموضوع كده، كيف تجيب المال. الإسلام مش أداك قال لك أعمل كده، الإسلام أداك خيارات قال لك دي ما تعملها. يعني مثلا أنا أجي أقول لك، الإسلام يجي يقول لك ما دارين ربا، ما دارين احتكار، ما دارين غش، ما دارين بحرام، لكن الباقي كله عمله، الكل عمله بيع، معاملات، علاقات خارجية. هو يعني غشاه الألفاظ بتاعت علاقات خارجية والدبلوماسية والإمبريالية، غشاه الحاجات زي دي. عشان كده النوعيات دي بيجي الصادق المهدي بصفق له إن الوحدة الوطنية والتي تمثل واحدة من أكبر همومية، إن الوحدة الوطنية والتي تحتاج إلى وجود كيانات متكيفة مع الإطار الكيفي أو التكيف الإطاري في كيفية واضحة التكيف والسندكالية. يقول لك يا سلام يا سلام على شنو التفاهم شنو؟ ودي ألفاظ سايدة، كلام سايدة، ما يغش كروراي ما يغش كروراي. الموضوع ما في الألفاظ، أنت بتسوي شنو؟ فهمت؟ فعشان كده المسألة بتاعت الاقتصاد دي بتقوم على الأركان الثلاثة دي. القروش دي بتجيبها كيف؟ بتستثمرها كيف؟ بتنفق على الناس كيف؟ ده الموضوع كده. واتحداك انت الان، انا حفتح لك فرصه اتكلم عن الاقتصاد في غيرها، وانا اي كلام لك بدخله لك في الثلاثه محاور دي، اي كلام لك. يا اخواننا العلمانيين الاقتصاد ما قادرين تتكلموا فيه، الاسلام ما تكلم عن هذه الامور. دوله النبي عليه الصلاه والسلام الجيوش مارقه كويس، والناس قاعد تاكل، والجيوش دي قاعدين يدعموها، والتجارات شغالة وعلاقات شغالة. ده تسميه شنو؟ الأمة دي، الدولة، النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن هاجر لغاية 1924 ميلادية كانت دولة مسلمين، دولة تقعد 14 قرن. الاتحاد السوفيتي 70 سنة، تاني عنده شنو؟ الشيوعين. أمريكا 100 سنة، ده 14 قرن الإسلام كان حاتمينه بشنو؟ كشتينة بيعزعوها بشنو؟ ما سؤال منطقي، فهمت؟ عشان كده يا اخواننا الزول اللي بيجي يقول لي اقتصاد في الاسلام ما في، دي مرحله الناس اتعدتها بدري. انا اتحداك الان تمرق لي من الكلام الجابو كارل ماركس كويس، او الجابو ادم سميث، ما هو دي الراسماليه والشيوعيه الاشتراكيه. انا دايرك تمرق لي ما هو حل، وما هو كلام ادم سميث او كارل ماركس في مساله راس المال الهارب. انتوا مش دارين نجر؟ والله انا اوريكم نجر اخضر ذاته، وريني. ما اكتب الكلام ده عندك بعدين، تعال جاوب على الأسئلة دي. فما ما في زول بيجي بيتكلم لك يا اخواننا دي اعملها كده ودي اعملها كده. المسائل بتجي مواضيع كثيرة، فهمت؟ عشان كده الاقتصاد بيجي خدت لك نظريات معينة. الاشتراكية بتجي تقول انه المال ده عند الدولة، اي زول تاني ما يكون عنده مال. عشان كده لينين وستالين ديل كتلوا المسلمين وشالوا قروشهم وبقى عامة الشعب فقراء. عشان كده آخر رئيس للاتحاد السوفيتي اسمه منه؟ آخر رئيس للاتحاد السوفيتي في التسعينات لا آخر رئيس
كويس جاي يوري أندري بوف وجو ناس قسطنطين شيرينينكو وغيره. المهم آخر واحد آخر شيوعي جاء قال في الزمن الذي قال توصلنا فيه إلى الفضاء وعندنا الأجهزة المتطورة قال إلا أننا نعاني من نقص حاد في الاقتصاد، فكان بيشيلوا من الـ 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 العراق التي كانت تنتمي إلى المدرسة الاشتراكية ودوا البلح بتاعه بيمشي ودوا الاتحاد السوفيتي انهار. ها لغاية ما جاء بنظام اسمه نظام البايروس تاريكا. فهمت؟ ده كلام كبير جدا ما بتقدر عليه. طيب فالإسلام كيف ما فيه اقتصاد؟ الإسلام فيه اقتصاد وفيه مسائل كثيرة جدا، ها هي 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 مسائل مهمة جدا في الاقتصاد. كويس؟ الشيوعية بتقول ما في زول يملك، انت الليلة لو عندك أرض أو عندك واطة زايدة دار تأجرها أو دار تزرعها الشيوعية تجي تشيلها منك. ده الظلم اللي انت قبل شيء قاعد تتكلم عنه. ولذلك يا أخوانا الإنسان اللي بيجي بيتكلم عن الإسلام وما عنده دراية ما يطعن ساي، ما تتكلم بجهل ساكن. طيب قال الزكاة والاقتصاد معاملات وليس نظام. يا أخي سميها معاملات سميها نظام سميها أي حاجة، لكن هل دي بترفع من مستوى معيشة المجتمع؟ هل بتغنيه عن الشحدة وتغنيه عن الفقر وتغنيه عن الجوع وتغنيه عن المرض ولا ما بتغنيه؟ سميها أي حاجة، إحنا مشكلتنا في المصطلحات، سميها أي شيء. طيب قال يوسف القرضاوي مشى دارفور. يوسف القرضاوي أخو مسلم جبهجي كوز مصري. الكيزان ده ما متنوعين، في كوز مصري وكوز فلسطيني وكوز صيني كلهم قاعدين. فهمت؟ والله في كوز صيني مرة احنا شغالين في جامعة الخرطوم كوز صيني جانا كده اخونا وبكر يتكلمنا بالانجليزي قالوا زول فيه فايدة، بعد شيء طلع كوز بيجي يقول تكبير زي الجباجية دي. فهمت؟ فده زول كوز يوسف القرضاوي. طيب قال انا دار اخر المشكلة بتاعت الطوائف دي لانه انا عندي الكتب. طيب قال يقول لك العلمانية كفر وإلحاد، وما زلنا نقول العلمانية كفر وإلحاد لأن العلمانية دي هي مبدأ ضد الدين أنتي ريليجيوس. فهمت؟ دي العلمانية كده. فأنت ما ممكن تقول لي زول بيجي ضدك وتقول لي ما كفر. ربنا قال ذلك، ربنا قال ومن يحاد الله ورسوله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. زول بيحادد الله وبيحادد الرسول صلى الله عليه وسلم وبيقول له الله أنت ما نافع، وكلامك ما نافع وقرآنك ما نافع، ده يكون مسلم؟ خلاص ما بنقول لك كافر، بنقول لك كفوري ندلعهم. يا حالك اللي بتلعبوا علينا انتوا ولا شنو؟ الزول يا ما عارف الإسلام يا ما عارف العلمانية. طيب قال الدولة السودانية شعب وليست أمة. طيب انت أخرجتها من الأمة ليه؟ مش هو شعب؟ طيب نفترض انه الشعب السوداني ده عبارة عن شعبي، بس أنا ما عارف يعني المصطلح يعني شعب شعب يعني لو جيت لي سوداني تقول لي اسمع انت شعب ها اوعك ما عندك شغله بالعيا دي، انت شعب. كويس انا شعب يا اخوان. هاو يبقى امه كيف يا اخي؟ ده كلام شنو؟ ده كلام فارغ صاي. انا احنا في السودانيين هنا مسلمين، وبعدين كلامك اللي جبته انت قبل زمان كان في ممالك وزمان وزمان، القران ده ناسخ. انت هل ده في عقيدتك راسخه ولا ما راسخه؟ نحن عندنا القران والسنه جابها رسولنا محمد عليه الصلاه والسلام اللي بنعتز به ونؤمن به ونوقر كلامه. النبي عليه الصلاة والسلام دينه ده ناسخ الأديان كلها. لو جات الأول هي تقايلة ميسي ولا شنو؟ نحن جينا الأول ما ميس الموضوع، الموضوع دين حق، ده الإسلام. فهمت؟ الإسلام ده الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت وهو لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. عرفت الحاصل؟ نحن مشكلتنا ما كنت شنو وكان شنو، ونحن ما نحن ذاتنا لما نجي ندعو الناس ما بندعوهم بطريقة ناس داعش والكلام الزي ده، وده لجهلك، ولأنه طريقتك في محاربة الكيزان والأخوان المسلمين ما طريقة علمية، والأخوان المسلمين لما يجي يسألوك زي سؤالي لك للعلمانية بتجي تبطبط، عشان كده انتشرت داعش انتشرت ليه؟ لأنه في ناس جهال بيكون طالب جامعي ما بيقدر يعرف لك تعريف بمرجع موثوق، ما بيعرف يتكلم، فهمت؟ عشان كده انتشروا ناس داعش. ناس داعش ده عبارة عن فكرة الدين الكتاب البيجا ده الأحمر ده. فهمت؟ مرقت جماعة الإخوان المسلمين الكتاب ده بقروا للحركة الإسلامية الكيزان سيد قطب ده عندنا في الكتاب بتاع سنة أولى أو تانية ثانوي صح؟ كتاب في ظلال القرآن والكتب بتاع السيد قطب وإنه إنسان أديب وإنسان معلم وكده ده قاعد في المناهج. عشان كده أخواننا الحرب بتاعت الجبهجية وغيرهم بتبقى حرب بمنهجية علمية، الحرب بتاعت الصراع
والدماء والمسائل زي دي ما بتحل. فهمت كلامي انت اخونا؟ الموضوع يكون موضوع علمي. انت امشي اقرا، خش المكتبه دي الكلام ما عيب، امشي افتح واقرا شوف الناس منهجهم شنو بيقولوا شنو انقضهم. لكن ما ممكن تيجي تقول لي ونحن وبتاع. طيب لو جاك واحد قال لك انا داعش يا اخوان، انا داعش ودار اتوب، انا اعتبرني انا داعش داير اتوب، اسوي شنو؟ اسوي شنو؟ انت حتقول لي انا ما عارف، زي ما عرفت لي التعريف العلماني كويس. عشان كده انت امشي اقرا. دين من هنا مرقوا ناس داعش وابو بكر البغدادي، ياخذوا ما عندهم علاقه بالاسلام الصحيح، ودين مجموعه من الامريكان واليهود والنصارى بمعاونه جماعه الاخوان المسلمين كونوا داعش. فهمت؟ وداعش دي عباره عن تطبيق لكتب سيد قطب اللي هو منهج الجبهجيه الكيزان. فهمت؟ هنا صفحه 98 لغايه 111. الحمد لله نحن الكلام حافظينه، اخواننا ده من قبل بيدوك الكلام بمراجعه. والغريبه انه مش مراجعنا نحن، يعني الزول ده من قبل ما تكلم في منهجنا نحن بمرجعنا، هو منهج ذاته ما عارف. طيب صفحه 98 هذا لي قال ان المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم، وإذا أردنا التحديد الموضوع قلنا إنه هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده، متمثلة هذه العبودية في التصور الاعتقادي وفي الشعائر التعبدية وفي الشرائع القانونية. قال وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلا، كلنا الجبهجية والدواعش مطلعين نحن ناس كفار. فهمت؟ ونحن القاعدين نحارب داعش الآن. أخواننا في أخواننا في جامعة السودان محاربينهم الآن. ليه؟ لأنه كشفوا ناس داعش. تقال ناس داعش في السودان منه؟ محمد عبد الكريم، ده أستاذ في جامعة الخرطوم، الأستاذ البروف على الدين الزاكي أستاذ في جامعة الخرطوم، الدكتور عبد الحي يوسف مسجده في جبرة في الخرطوم، ده من ده ده من ده من أفكاره أفكار داعش. فهمت؟ ومحمد علي الجزولي وغيرهم من الناس اللي نحن بنعرفهم. ونحن من شدة ما بنحارب ناس داعش بالكتب وبنوريهم كلامهم وإنهم كلامهم باطل لغاية ما كفرونا نحن ذاتنا. عشان تعرف الحرب يا أخواننا تكون حرب علمية. فهمت؟ عشان كده ده طوالي بيقودنا للجواب لسؤالك، قال لي أنتم بتتكلموا في الصوفية وممكن الصوفية برضو الآن يجي ينقضوكم. طيب الموضوع ده يتحل كيف؟ الموضوع ده بيحلوا لنا القرآن، ما بتحلوا أنت كشعب. يعني كونك تحترم العقائد دي كلها أنا ما معك، نحن والصوفية ما بنتفق، هحلك وما بيحترموا عقائدنا. فهمت؟ اقول لهم الان انا الان دار اديك اختبار عملي عشان بعد ذاك انا احترم معاك عقائدهم دي كويس. انت امشي لي الزريبه ولا الشكينيبه ولا شبشه ولا الكريده، امشي اقول لهم يا اخواننا ابونا الشيخ عمر ما بينفع ولا يضر، والله ما تمرق. شفت شعبنا ديل ذاتهم ما يخلوك تمرق. فهمت؟ لانه الموضوع موضوع بتاع عقيده، موضوع بتاع منهج. فهمت؟ ده الموضوع كده. طيب نرجع لمسائل الأولى. قال نحن كتنظيمات ما بنتكلم عن صراعات الطوائف لأنكم عايشين في واقع غير واقعكم. الواقع السوداني ده واقع بتاع طوائف وصراعات. انت الآن كيوبيف بالديمقراطية بتاعتك دي، بالديمقراطية بتاعتك دي نحن بنعتبرها كفر مبين وطعن في الدين. لو الآن داير تحكم السودان انت مش بتتكلم عن السودان؟ لو الآن داير تحكم السودان انت كإنسان علماني بتحكم بياتو نظام بيقول لك الانتخابات بتقول ان من يحكم هو الذي يحصد اكثر عدد من الاصوات، مش ياهو كده ولا كلامي غلط؟ من هم الاكثر في السودان؟ الصوفيه، من يدعم الصوفيه؟ الكيزان. عشان كده ماسكينك كنت حتى اقعد تكورك من هنا جامعه بخت الرضا بنات عمك ما بيسمع بك. فهمت؟ بتكون قاعد هنا بس، والجبهجيه شغالين للصوفيه. يلا ادوا ابوك بتاع الكريده يقول له اسمع ده حق الحوليه 2 مليار، لما تجي الانتخابات يقول له اسمع قبل مش اديناك حق الحوليه هاي يلا دوروا الشجره. انت تكون بجاي قاعد تحت الشجره وديلك فاتوا بالشجره. فهمت؟ انت لما انت تقول لي انا ما عندي علاقه بالصراع بتاع الطوائف معناته ذا السياسه ما فاهم. المبدا بتاعك بيقول لك انت اهتم بالناس الكتار دل، ده مبداك ساكت كده خليك من ايات وادله واحاديث وكده. مبدأك ذاته بقول لك كده. ولذلك يا اخواننا نحن بنهتم بالطوائف وما بنحترم عقيده باطله، ما بنحترمها لك زي العقائد اللي قاعده هنا دي، عقائد الصوفيه وبنشروها في كتب كويس. ده كتاب اسمه ده بتاع الختميه بيوض البحور المتلاطمه. اظن احنا اذا نزلنا بساحه بحمد الله فساء صباح المنذرين، لانه كلامنا كله بادله وبايات
وبمراجع ما بنتكلم ساي انبسق وافتكر وزول اذا اني منهجي اكون ما عارفه كده ده ما بقدمك لي قدام واسي الطلبه ذاتهم بيقوا موقفك قدامهم صعب شديد انت الموقف ده موقف صعب شديد. طيب قال صفحه 93 ليله الختميه احنا ما بنسكت عن عغايز زي دي. انا القى زول يا اخواننا انت بتقول ده جماهير شعبك انت داير جماهير شعبك تحكمهم ويجيبوك رئيس وتبقى حاكم وما دار تهتم بهم خاشين الجنه ولا النار ما داير لهم الخير. جماهير شعبك شوف بيقولوا شنو الختميه عرفتها. قال صفحه 93 اي زول لو داري يقرا قال من الاولياء بتاعين الختميه ولي اسمه العيدروس قال مقصود اهل بيت وذلك لكل من عرف بالعيدروس. قال العيدروس ده مجموعة من أهل البيت اسمهم العيدروس فمنهم الولي الراسخ القطب الواصل الذي عم إمداده وسمى إرشاده عبد الله العيدروس ومن كراماته. شوف الكلام ده كيف ده كلام كفر أصلع فهمت. قال أنه قطع رأس بعض تلامذته فأعاده حيا ورجع كما كان ولذلك سمي العيدروس. قال واحد من تلاميذه قطع له راسه وتاني رجعوا له يا هذول انت قالوا كفر موبايل تاني رجعوا له فهمت. ده زي النمرود ابن كنعان يعني نحن نخلي صوره البقره كلها نقول له الله الصوره دي ما نافعه لانه في واحد اسمه العيدروس قالوا الختميه وزي ما بقول العلماني ده قال نحترم عقائد الاخرين ها اللي بيقول نقطعه. ابراهيم عليه السلام ربنا قال اوك الذي حاج ابراهيم في ربه وانت قلت ايمانك قاطع في الله. طيب الزول ده بيطعن في الله هل انت ايمانك به قاطع فهمت. قال ربنا قال او كالذي حاج ابراهيم في ربه اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الكلام بتاع الختميه أسوأ من كلام النمرود ابن كنعان لسه شوف كلامه يقول شنو. قال ومن كلامه هذا من كلام العيدروس الختم والعلماني ده بيقول لي خلي الناس ذيل خليهم نحترمه. قال انه قطع راس بعض تلامذته قال انا عرشها والكرسي انا للسما بانيها. ده الصوفيه الختميه. قال انا للسما بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. ده نحترمه والله ما نحترمه ده نخليه والله ما نخليه فهمت. ويقول لك قول يا أمير غني وقول يا غيره وكلام كثير جدا. في أولياء قال كتاب طبقات الشعراني قال ومنهم الشيخ محمد الحضري دبعوا هنا في السودان. قال ومن كلامي رضي الله عنه أنه سألوه الخطبة فطلع المنبر ومدحوا البرعي في مصر المؤمنة. قال وسيدي الشعراني الناشر لعلم الله قال صعد المنبر فقال بسم الله قال ثم قال الحمد لله أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. شوف الكلام ده كفر كيف. قال فقال الناس كفر فسل السيف فطرد الناس من الجامع. عرفتها كلام غريب جدا وكلام كثير مرة واحدة فهمت. تواصل بعد الصلاة هاي نواصل ان شاء الله اول فرصه بعد الصلاه نديك لها ان شاء الله ما عندك بس نصلي ونجي ان شاء الله.